السلام عليكم. الأمور مزيانة، الدنيا هانية، السماء صافية، المغرب أرض الجمال والحب، أرض التسامح والسلام، الأرض الطيبة التي عليها يلتقي الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، والأرض التي يلتقي فيها كل ما تفرق في غيرها. يقول الزائر المفتون بجمالها إنه لا يوجد بلد مثل مراكش أو المغرب الأقصى كما كان يحلو لأهل الشرق وصفه. ويقول الأدباء والفلاسفة والعلماء والشعراء أن الذي يزور المغرب بلد الضيافة والكرم لا بد أن يقع أسيراً، لا بد له أن يحب جبال الأطلس، تلك القمم التي تكاد تعانق السماء، ولا بد له أن يفتتن بعجائب البلاد التي سكنها الأمازيغ والإغريق، لا بد له أن يقف مشدوهاً لما تركته دول تعاقبت وأمم مرت من بلاد مخضبة بالحناء. لا بد للزائر والعابر والمقيم والضيف أن ينبهر بمدن لا تشبه بعضها، وبقلاع وحصون وقصور وصوامع وكنائس وحدائق، غير أنه مع كل هذا الشوق والانبهار لن يكون هذا الزائر والعابر والمقيم والضيف أكثر شوقاً من هوميروس الشاعر مؤلف الملحمتين الإغريقيتين الإلياذة والأوديسة، الذي قال وهو يقصد أرض المغرب: أريد أن أزور حدود الأرض الخصبة قرب المحيط حيث ولدت تتوس الإله. ولا بد للزائر الذي يحل ضيفاً على شعب كريم الضيافة إلا أن يتذكر ما قاله ديودور الصقلي المؤرخ اليوناني الذي ذاع صيته في القرن الأول قبل الميلاد: إن الأطلسيين رعايا الإله أطلس يمتلكون أرضاً مزدهرة ومدن كثيرة، ولدت الآلهة في مدنهم بالمناطق القريبة من المحيط، إنهم يتميزون عن جيرانهم بإيمانهم القوي وبمعاملتهم الحسنة مع الأجانب. من الواضح أن كرم وحفاوة المغاربة قصة قديمة بل وأسطورية، تتعدد لغات المغاربة وألسنتهم بين أمازيغية، عربية إسلامية، صحراوية حسانية، أندلسية، موريسكية وأفريقية أصيلة. لكن في المغرب الرقعة القصية في الشمال الغربي الأفريقي هذا لا شيء. في هذا الركن القصي الذي عبره طارق بن زياد لفتح الأندلس وتخطاه ابن تشافين الأمازيغي المغربي الذي أخر سقوط الأندلس 4 قرون، في هذا الركن تختصر قصص التعايش والحوار بين الأديان في المغرب، وهي حكاية أخرى عريقة تعود جذورها إلى آلاف السنين. الجميع مغاربة فقط، سواء أكانوا مسلمين أو يهود أو مسيحيين،